بعد هذه العملية. شوفوا كيفاش سيف تقاب خاي تبع في الدقولي، ممتازة التوزيعة بالساقة اليسرى، ودون رقابة على مستوى القائم الثاني أيوب الكعبي الهداف بالراس يحط كرة في شباك عاطف الدخيلي، ويكاد يقضي على طموحات وأحلام وأمال الأفارقة بهذا الهدف أيوب الكعبي بالراس كما قلنا. وهذه فرحة بنك الاحتياط والمدرب منير الجعواني من وضع الكرة في الشباك والهستيريا في مدرجات الملعب البلدي ببركان. نهضة البركانية يقدم عروض قوية ونتيجة حتى الآن مهمة لممثل الكرة المغربية على مستوى الإفريقي. لاحظوا الفرحة ولاحظوا الرقصة، ومن حقه يرقص لاباكونجو لأنه هذا هو القناص وهذا هو المهاجم لما يكون إلى جانب كذلك لاعب كبير أيوب الكعبي. فأعتقد بأنه بإمكان منير الجعواني يطمئن على هجوم فريق النهضة البركانية في مباراة اليوم. لاباكونجو اي 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 لاباكونجو لاباكونجو سيقشاش سوزديف سيخف سقرو سوغايو نهضة البركانية محمد عزيز مرر كورتو للاباكونجو كونجو توغولي يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة. هذا ما كنا نبحث عنه منذ الجولة الأولى. محمد عزيز الطريق الآن سلك أمامكم إن أردتم وإن كانت لكم الرغبة لبلوغ مرمى الحارس السنغالي ياكوب أنديال للمرة الثالثة. كل شيء ممكن خلال هذه شأن وشأن النهضة البركانية. النهضة البركانية أفضل حالا بعد انتصاره في المباراة الأولى أمام الهلال على أرضه وأمام جماهيره الرائعة، جماهير بركان التي أوفت لناديها، جماهير بركان التي يعطى بها المثل خلال السنوات الماضية، يعطى بها المثل ويحتذى بالهدف التوغولي لاباكونجو. كونجو لوحده في منطقة الجزاء حلق فوق الجميع وسدد الكرة براسه وسجل هدف التعادل. تصبح النتيجة 1-1 عبر التوغولي لاباكونجو لاباكونجو والنتيجة 1-1. المباراة تعود لنقطة الصفر. هنا لوحده خلوه لوحده خلوه لوحده ومشى لوحده في هدوء من دون رقابة. ماضي وحتى في التسعينات بداية الألفية أصبح اليوم عاجزا عن صناعة اللعب. كرة للرجاء، هذه الهوية اللي تحدثت عليها. كوجا محترف فريق نهضة بركان، الهدف الأول في المباراة. لاباكونجا يقص شريط هذه المباراة ويسجل هدف مبكر. بكل تأكيد هذا الهدف سيشعل من أجواء هذه المباراة، لكن استمتع بالعمل الرائع للمهاجم أيوب الكعبي. فعل كل شيء، تلاعب أيوب الكعبي بالمدافع السماو المرغني وأرسل تمرير للاباكونجا. لم يجد أي صعوبة في تسجيل أول أهداف المباراة ويحتفل بهذه الطريقة لاباكونجا. لاحظوا اليد اليمنى، بالفعل كان هناك لمس اليد. من جديد نتابعوا هذه الفرصة وهذا معيو لاباكونجو يسجل. إذا الهدف الأول لفائدة فريق النهضة البركانية من تسجيل وتوقيع اللاعب الطوغولي لاباكونجو، وفرحة مستحقة. تمريرة في الجهة اليسرى، البحث على اللاعب عبد الله محمد، عبد الله محمد وصل الكرة، شو غادي يعمل عبد الله محمد؟ محاولة التمرير فرصة ومن جديد يظهر اللاعب الطوغولي لاباكونجو من أجل تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق النهضة البركانية بعد كيد التمريرة في الجهة اليسرى عند اللاعب عبد الله محمد اللي تمكن من ألبس محمد النصري. قطيع من الكرة عبد السلام بن جلو، هذه فرصة لفائدة فريق الكوكب المراكشي والهدف، هدف جميل لفائدة فريق البركانية. لاباكونجو شنو يعمل لاباكونجو؟ كيمرر اتجاه اللاعب حسام أم عنان، أم عنان شنو غادي يعمل؟ أم عنان أوووو